معالي أخي وزير التعليم تدشين هذا البرنامج التربوي الذي يأتي في إطار استعدادات الوزارة لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1442. ندرك جميعا ما تمر به جميع دول العالم في هذه الجائحة من ظروف، ولهذا جاء هذا البرنامج وغيره من البرامج التي بالفعل تشهدها الوزارة مؤخرا في تهيئة وتدريب الزملاء في الميدان التعليمي على الكثير ربما من التفاصيل والأنظمة والإجراءات التي تتعلق بكيفية التعامل مع هذا النوع من التعليم. بذل الأخوان في الوزارة وفي إشراف ومتابعة ودعم كبير من معالي الوزير لبرامج التعليم عن بعد، ولهذا يعني صدر قرار معالي الوزير مؤخرا بإنشاء إدارة عامة للتعليم الإلكتروني. هذه البرامج أنا أعتقد أنه هي في غاية الأهمية لأنها معنية بالدرجة الأولى في إكتساب الزملاء في الميدان التعليمي الكثير من المفاهيم، الكثير من المهارات على هذا النوع من التعليم، وربما الكثير من التفاصيل المتعلقة به، وكذلك الاستخدام التقني لكيفية الوصول إلى الطالب والتفاعل معه من خلال المنصة الجديدة التي أتاحتها الوزارة وبذل فيها الزملاء في التحول الرقمي جهود كبيرة، وهي منصة مدرستي، والتي اليوم ينطلق التدريب أيضا عبر هذه المنصة. وفي هذا الصدد نفذت الوزارة ممثلة في المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي وبالتعاون مع إدارات التعليم في المناطق والجامعات السعودية في الفترة الماضية مشروع برامج التطوير المهني عن بعد في مختلف التخصصات. نسعد بالمساهمة في التدريب على نظام إدارة التعليم الإلكتروني منصة مدرستي لدمج التقنية في التعليم ليسهم ذلك في تحقيق أهداف التحول الرقمي ولتسهيل التعليم افتراضيا باعتباره أداة تعليمية تقنية محفزة للتعلم.